اطلقت مؤسسه حياه كريمه مشروع سق الاضحيه للعام الثاني علي التوالي باعلى جوده لحوم واقل سعر للسق وذلك بعدما نجحت الموسم الماضي في توصيل اللحوم لاكثر من مائه وخمسه الف اسره مستحقه تضمن مؤسسه حياه كريمه توفير افضل انواع اللحوم البلدي من سلالات ابقار مميزه في مزارع المؤسسه وباشراف بيطري وفني كامل على كل مراحل التربيه والتغذيه السليمه لضمان لحوم بجوده عاليه وزياده نسبه اللحوم الحمراء وأعلنت المؤسسة أن لديها قاعدة بيانات كبيرة من الأسر الأكثر استحقاقا في كل محافظة الجمهورية يتم الوصول إليها بالإضافة إلى قيام المؤسسة بتحديث البيانات بشكل مستمر لتحديد احتياجات الأسر المختلفة التي تضم الفئات المستحقة من المرأة المعيلة والمسنين والمرضى والأرامل والأيتام.